نبضك يا زلمه، يلعن نبضك لمسني يا زلمه. ما بيا هي 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 فكرتك المكافحه. في في نسوان عندها؟ نسوان شو يا زلمه انت الثاني؟ يا ريت في نسوان، وفي نسوان انا جاي على شغله ثانيه. مش عارف مالي يا ابو عايد، مش عارف شو في؟ بطني يا زلمه بطني منفوخ زي الحفله، وبضل اروح على الحمام بخرج ريح ريح ريح. معناته يا من هذا؟ انت انت سامع؟ ايوه ايوه سامع؟ زلمه معناته شام شام؟ ما بقول لك بقول لك بدنا الناس تشوف مني. بيتك يا زلمه عشان هيك جبتك على هذا المكان. الناس شردة مني كثير. معناته عندك يا من هذاك؟ اه يا ضعف. ضعف شو يا اخوي؟ يا ليلي يا ليلي، ان شاء الله امين يطلع حضرك ولا يطلع الضعف اللي بحكي عنه. يا زلمه انت بدل ما تيجي انت تبردني بتزيدني؟ شو يعني ضعيف؟ عندي الحل عندي الحل. طيب على عندي الحل لا تخافش، حل سحري. شو هو؟ بول بعير جايب لك اياه. يا زلمه تهبل انت ثاني، انت شو بول بعير؟ منيح ما تقول لي قول زلمه. انت شو اقولها؟ يا زلمه بول بعير امسك. لا يا زلمه الشارع يا زلمه هو عغاطك بدك تشرب. يا زلمه شو اشرب بول بعير يا زلمه؟ ريحتك مليحة حاره كلها مش شارب. وعغاطك جايك من معان انا 20,000 كيلو عشان تقول لي مش شارب؟ شو جايبني من معان عشان بدك تشرب؟ مش شارب بدك تشرب يا زلمه. مش شارب انا بدك تشرب مش شارب اقول لك بدك تشرب. حاضر حاضر اشرب. شوف افتح ضمك خلص خلص بعدين افتح ضمك بعدين بمسح عليك افتح ضمك به. طيب طيب خلص بعدين اسمع بتشربوا شوي شوي ها 3 مرات بعد الاكل اوعى. طيب طيب رواق زي المزه فاهم امسك يلا حل بديش احل اطلع انت اطلع. طيب يا سلام امشي بعد فلكان فاهم، واذا ما شربتوش كله كتلتك يلا تصابك شعرك ولك مغيب بقول لك مغيب. نايمة؟ أنا مش رح تقومي؟ بدي نام شو بدك إياه؟ بعير يا زلمه حامي سوق النار، بقدر اكسره في ثلجي؟ مظبوط؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك.